السلام عليكم. اليوم نروحوا نتعرفوا على مستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج الزيتون، إذا وأضافت لنشاطاتها كذلك مصنع لإنتاج زيت الزيتون بإضافة معصرة عصرية كبيرة جدا، وهذه المستثمرة تعد واحدة من أكبر المستثمرات الفلاحية في إفريقيا بالأخص حيث أن مساحة تاعها تقدر بحوالي 25,000 هكتار وبغرس 2 مليون شجرة زيت الزيتون، وهي في تطور مستمر وتقع في ولاية سعيدة. إذا نروح نشوف هذا الفيديو اللي درت المونتاج تاعو، ويعني على مراحل منذ يعني السنة الأولى لانطلاق هذا المستثمرة في 2017 إلى يومنا هذا، ونشوف التطور نتاع المستثمرة هذاك، وكذلك عندما جلبت ماكينة جديدة عصرية من الولايات المتحدة الأمريكية اللي نزع الزيتون، وكيفاش تستعمل التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج هذا والتسيير نتاعو، وكذلك كيف تعالج المحاصيل نتاعها. إذا نروح نشوف هذا المستثمرة الفلاحية اللي تعد مفخرة للجزائر في الميدان الفلاحي. إذا أترككم تشاهدون، والسلام عليكم. We'll be right back.